السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. اليوم عندي جيش الشحن، الأزرق للشحن والأحمر للضغط، هذا يقيس الشحن وهذا يقيس الضغط. هنا نجي الصواندة شلون نشدها عليه، الصواندة فيها طرفين، طرف بيم هالشكل، هذا يجي على الدبة، والطرف والصفرة هسه هذا الأصفر، الأصفر يجي على الدبة، والأزرق يجي على ولف الشحن، هذا البيهن بيم، الما بيهن بيم يجن هنا بالجيش. طبعا هاي عدسة عندك تشوف تدفق الغاز. هسه هاي قلنا الصفرة نشدها بالدبة، والزرقة نشدها بالولف مالت الشحن، والحمرة نشدها، هي المفروض تنشد على الضغط يعني تقيس الضغط، بس احنا ما اريد اعطيكم طريقة عملية وحلوة. هاي نشدها على الفاكيوم نفرغ بها المنظومة، فهذه يعني نفتح اول مرة نفتح هذا. الدبة مزولة طبعا، احنا شادينها الدبة بس سادينها ومفتوح، هذه يعني على المنظومة تقرأ الجيش شقد يقرأ عندك، مثلا هو فارغ فتفتح الغاز، تفتح الفاكيوم تفرغ الغاز الهواء والرطوبة كلها بالمنظومة، الآن يفرغ النوب السد هاي وتطفي الفاكيوم وتبدي تفتح الدبة، طبعا السد هنا اثنيناتهم، تفتح الدبة وتبدي تفتح شوية شوية من الغاز يعني على المنظومة، يعني أول مرة تفتح الغاز على المنظومة قبل لا تشغل الكمبريسر. الآن يتعادل ضغط الدبة ويا ضغط الكمبريسر، لما تبدي تشغل الكمبريسر، من شغل الكمبريسر ينزل، هو مثلا هو واصل 150 ضغطة، ينزل إلى مثلا 20، تبدي النوب تفتح شوية شوية من الأزرق، شوية تفتح والسد، شوية تفتح والسد، يعني يصعد هو، من تفتح أنت يصعد مثلا للثمانين للمية، ويرجع السد يرجع ينزل مثلا يصير 30، تفتح شوية والسد يرجع مثلا يصير 35، وهكذا إلى أن يوصل تقريبا فوق 45 يبدي يعرق الراجع البور العريض. فتمني يعرق الراجع، اول ما يبدي يعرق انت اقطع، شوف ايش قد الامبيريا يكون، انت مقياس الامبيريا مشدود على الكمبريسر يعني يكون ضمن النطاق الطبيعي، اذا بالليل ما تنطي ضغط مثل الظهر، الظهر تنطي يعني اذا الظهر تنطي ضغط شوية اعلى، فالليل لان الجو شوية يصير يكون بارد، يعني يكون الكمبريسر من شحنه هو بارد مو حامي، اذا حامي يختلف تنطي ضغط شوية اعلى، لانه من يبرد ينخفض الضغط. فهاي الملاحظات كلها تاخذوها لازم تعرفوها، واذا عندكم اي اشكال مثلا على هذا اكتبوا لي بالتعليقات، انا حتى ان شاء الله هسه هاي حلقه اولى عن الجيشات واستعمال الجيشات وما بيها تفاصيل، هسه راح اشرح لكم هاي الجدول بالجيش. هسه هذا جيش الشحن، هاي الخمسين وهاي الخمسة وهاي الستين، هذا الخط الأحمر، هذا 70 80 90 100، إذا 410 110 120، وإذا 22 هذا حد 50 معدل، يعني 50 أزيد شوية وأقل شوية، هذا الطن طن ونص، طنين 60 تقريبا أو أقل شوية، هذا الصفر، وهاي 30 تحت الصفر، إذا عندك فاكيوم سحبت يصير 30 تحت الصفر لهنا، وهذا الأحمر للضغط يقيس الضغط، إذا عندك مثلا تريد تقيس دفع الكمبريسر تقيسه بهذا الأحمر، هذا يقيس حد 800، حد 800 طبعا نمشي احنا كله على الخط الأحمر، سواء الغاز 22 أو 134 كله احنا شغلنا على الخط الأحمر بالطرف، يعني نفحص على الإمبيرية وعلى ضغط الغاز. وهسه هذا رمضان، تدعمونا بالصلاة على محمد وآل محمد بالتعليقات، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولايك ومتابعة وشكرا لكم.